هنعمل دلوقتي بقى الوصفة الثالثة، أو يعني التتبيلة الثالثة للفراخ، نقول مقاديرها اللي هي بالمستردة والشبت. يلا. برضو عندنا صدور دجاج بدون عظم أو جلد، معلقتين كبار مستردة، معلقة كبيرة زبادي لايت، معلقة كبيرة زيت زيتون، معلقة كبيرة شبت مفروم، معلقة صغيرة نعناع مفروم، ملح وفلفل. يلا. خلاص؟ أنا جاهز. يلا بينا. ادي الفراخ. هدوقكم الأربع تتبيلات. عشان تحرموا تاكلوا أكل بعد كده الغريب اللي بتاكلوه ده. وفعلا الأكل يعني هو وصفة صحية وطعمها بجد حلو، يعني مش اللي هو أكل الدايت الميت يعني، أو الأكل الصحي الميت. أنا عارفة. يلا الفراخ وعليها إيه؟ هنحط دلوقتي النعناع، هنفرمه مع الشبت. أوكي. بالسكينة كده حلو. ماشي. ممكن تحطيه من غير ما تفرميه بس إتس أوكي. يعني عشان إيه كله؟ ماشي. يبقى نعناع وشبت مفرومين على صدور الفراخ. طب قولي لي وانا اساعدك، ايه كمان نحطه؟ هنحط ملح وفلفل. انت بقى تولى. ملح قليل جدا، يا دوبك حاجه هسه عشان مش كويس. وهحط المستردة. ومستردة. مش هزود قوي لان دول اتنين بس. والزبادي. والزبادي لايت. وزيت زيتون وزبادي لايت. لايت. وهنا زيت الزيتون. كفايه؟ كفايه. يلا. دي وصفتنا سهلة جدا وتتعمل في ثواني. ثواني. اوكي. هنحطها تتشوي على الطاسة بتاعتنا. بالظبط. ادهني بقى، اخش على اللي بعدها. يلا ادخل على اللي بعدها. يلا الوصفة اللي بعدها يا اولاد. مقادير. مقادير. فراخ مشوية بالثوم والليمون. صدور فراخ مخلية برضو بدون عظم او جلد. فصين ثوم مفرومين، معلقه صغيره روز ماري مفروم، معلقه كبيره زيت زيتون، معلقتين كبار عصير ليمون، نص معلقه بشره ليمون عشان الطعم بيبقى فيه اقوى، وملح وفلفل. اوكي. الوصفه اللي بعدها سهله قوي. ادي الفراخ. عايزه ملح وفلفل؟ ادي فلفل، بشره ليمون، وادي ملح قليل جدا. انا شخصيا ما بحطش ملح في الاكل دلوقتي خالص. لا، ما اصل الليمون والحاجات دي بتدي نكهه حلوه. طب ليه احط ملح؟ لا، وصحيه اكتر. برافو عليك والله يا شيخ. لا انا ما بحبش، يعني ربنا ادينا صحه ليه نبوظها؟ صح. نقول عشان الاكل يبقى طعمه حلو بعد كده نندم اما نيجي ناخد الادويه ونتعالج ونعيا. صح، عندك حق. سامعاني؟ بوجه لك الكلام. كلكم. زيت زيتون نقلبها كويس كويس كويس. نسيب التتبيلة على الفراخ نص ساعة تقريبا، وبعد كده نبتدي نشويها عشان تكون شربت الطعم كله. اوكي. دي. اوكي. كملي كملي. اوكي. خلينا يعني دي استوت ولونها بقى حلو قوي. اوكي. وبكده نبقى عملنا اربع تتبيلات مختلفين. طعمهم حلو قوي، صحيين للولاد ولينا احنا كمان للكبار والصغيرين يعني. وتغيير بقى عن الطرق التقليديه قلنا للفراخ المشويه. اوكي. هتفكرينا كده ان شاء الله الناس تجربها ويعجبوها. الاربع تتبيلات احلى من بعض بصراحه. انا بشكرك عليهم وبشكر كلهم طبعا، وبشكر نسلي طبعا ان هم مهتمين بصحه المصريين كده وعايزين كل الناس وفعلا مقدم لنا وصفات حلوه قوي، يعني الوصفات اللي احنا بنعملها حلوه قوي. اوكي. طيب احنا بشكرك يا فريده. ميرسي يا شريف على الاربع وصفات او اربع تتبيلات مختلفه اللي عملنا بيهم النهارده صدور الفراخ. خلونا نشوف فاصل. ميرسي ليكي. خلونا نشوف فاصل نرجع لكم بعد الفاصل مع استاذ احمد سعيد مدير تسويق شركه رنين، واستاذ احمد سالم هلال العضو المنتدب لمصانع الهلال والنجمه وجراندي. خليكم معنا لو سمحت.